طيب نشوب حريق في البيت وانه الحريق ده بيلتهم وبياكل كل حاجة في البيت في المنام، ده سيء جدا طبعا، ده معناه فتن ومصايب ومشاكل كتير وناس واقعة في بعض كتير وبتاكل كل حاجة، يعني خلاص انهياره انهياره تماما، برضو دلالة من دلالات الطلاق والانفصال والبعد، وممكن يكون يعني فقر للبني آدم والعياذ بالله.